يا صباح او مساء الخير على حسب التوقيت اللي بتشوفوني فيه. كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم. النهارده قلت اعمل لهم حاجه حلوه كده بعد الفطار تكون سهله وسريعه وما بتاخدش وقت خالص، فقررت اعمل لهم البقلاوه. ان شاء الله هعملها بخطوتين بس او بمكونين بس موجود في البيت. فيلا بينا نشوف هنعمل ايه. اول حاجه انا هعمل معاكم الشربات، انا هعمل شربات خفيف شويه، فانا حطيت كوبايه ونص من السكر وكوبايتين ميه وعصير نص ليمون، وبعدين هرفعهم على النار، هياخدوا حوالي 10 دقايق على النار، مش هطول عليهم اكتر من كده. هنا انا عندي لفه جلاش كامله، هبدا افردها علشان هقطع وهاخد منها، انا مش هستخدم اللفه كلها. يعني هبدا اقطع الجلاش بقى، انا هقطعه قطع مربعات عريضة، فقطعت حوالي بتاع 10 سنتي او اقل حاجة بسيطة كده، وبعد كده هبدأ اقطع منها مربعات، احاول ان انا اعملهم قد بعض زي ما انتم شايفين كده، وهشيل بقية الجلاش علشان هستخدمه في حاجة تانية بعدين. هو ده حجم المربع اللي انا محتاجاه. هبدأ بقى هنا بخلة شيش طاووق او باي عصايه رفيعه عندك، تبداي تلفي الجلاش وتضغطي عليه من الجنبين كده علشان تكشكشيه، وبعد كده تبداي تلفيه علشان تعمليه زي دايره صغيره بالشكل ده. نجرب واحده كمان. انت ممكن تعملي ورقه واحده او ورقتين، يعني مش فارقه قوي، ولكن ورقتين هتبقى يعني تقيله شويه، فهتبقى ماسكه نفسها اكتر من الورقه الواحده. زي ما انتم شايفين انا لفيت على الخشبه بتاعه الشيش طاووق، وبعد كده كشكشته من الجناب، وبعد كده بدات ايه الفه، اجمع الورق الاخير ده، انا سايبه جزء بتاع حوالي 2 سنتي كده من الورقه سايباه ما لفتهوش، وبعد كده دخلته جوه الدايره اللي انا هعملها. شوف واحده كمان، طريقته سهله جدا على فكره، وشكله شيك قوي قوي في التقديم اهو زي ما انتم شايفين كده. تاني هبدا الف وهسيب حوالي 2 سنتي، وهبدا اكشكش من الجناب، بعد كده اطلعه من الخشبه وابدا الفه دايره صغيره لغايه لما عملت الكميه دي. هبدا بقى ادهنه بزبده، انا كنت سيحتها في الميكرويف، احط عليه الزبده كله، مش هدلق الزبده لان هو قطع صغيره، فانا حبيت ان انا ادهنه واحده واحده افضل علشان اتاكد ان الكل شرب زبده كويس. وانتي بتحطي الزبده ممكن تلاحظي ان هو فتح شويه، بعد ما تخلصي ممكن تبداي تلفيه تاني لو شايفاه فتح معاكي. كده انا بتاكد بس ان كله شرب زبده كويس. انا سخنت في الوقت ده الفرن وجهزته علشان ابدا ادخل فيه الجلاش، وهدخل الجلاش في الفرن وهسيبه لغايه لما يبدا ياخد لون، ما بياخدش وقت طويل، وده اللون اللي انا حبيت افضلته، يعني هو لونه كده كويس. انا كنت مجهزه فستق مجروش او مفروم، وهبدا احطه عليه قبل ما احط الشربات، احط جواه كله فستق، وبعد كده بمعلقه بقى وهبدا احط او انزل عليه الشربات واحده واحده كده علشان ما املاش الطبق شربات وهو ما يبقاش اخد الكميه الكافيه اللي هو عايزها. بتاكد ان انا حطيت عليه واحده واحده. الوصفة دي مش هتاخد منك وقت نهائي، يعني هي 10 دقايق هتكوني خلصتيها. طعم مش عايزة او مش عارفة اوصفه لكم، بجد طعمها تحفة تحفة جدا. جربوها وان شاء الله تعجبكم. وده الشكل النهائي للبقلاوة بتاعتي. يا رب ان شاء الله تكون وصفتنا عجبتكم، ولو عجبتكم متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة علشان يوصل لكم كل الفيديوهات الجديدة، وانتظروني في فيديو جديد. باي باي.